السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخواني المهندسين على قناة مهندس موقع، حياكم الله وبياكم. بس معلومة على السريع، موضوع تأسيس بايل الصرف لكرسي الحمام دبليو سي، لازم المسافة من سنتر البايب عن السيراميك ما تقل عن 20 سنتي، ما تقل سنتر البايب عن السيراميك ما تقل عن 20 سنتي. ولو حكينا ان السيراميك 1 سنتي مع الرخوة تبعته والبلاستر 2 سنتي، معناته 3 سنتي زيادة عن 20 سنتي عن الطابق، يعني يبعد سنتر البايب عن الطابق 23 سنتي. بعد ما عملنا بلاستر وركبنا السيراميك تكون المسافة صافية 20 سنتي، هيك انت ضمنت انه كرسي الحمام يرطب عندك فيما بعد. اذا ما تقل المسافة عن 20 سنتي عن السيراميك و23 سنتي عن الطابق. شكرا لتابعتكم على قناة المهندس موقع، حياكم الله وبياكم.